خبر آخر، ومصر عندها بتبذل جهود كبيرة لاسترداد الآثار، بالذات الآثار المهربة للخارج. والحقيقة قضية الآثار دي احنا اتكلمنا فيها مرات عديدة. مشكلة استرداد الآثار انك تثبت انها خرجت من مصر بعد 83، بعد قانون 83. قبل قانون 83 هذه الآثار كان ممكن تخرج بطريقة شرعية، كان ممكن الناس تشتريها عادي من المتحف، في محل ملصق للمتحف، كان ممكن انها تكون جزء من التنقيبات ل يعني الهيئات اللي بتنقب والبعثات اللي بتنقب. فبالتالي قبل 83 صعب جدا تثبت انه الاثار دي خرجت بطريقه غير شرعيه، بعد 83 عندك فرصه. فهي دي مشكله اثبات ان هذه الاثار هي يعني مش اثارنا، ولكن اثار خرجت بطرق غير مشروعه. عندنا قصتين، قصه في فرنسا وقصة في بريطانيا. قصة فرنسا، نائب العام في فرنسا الآن في باريس ويشرف على استرداد مصر 114 قطعة أثرية من فرنسا. الصور دي طبعا دكتور وزيري يعني سعيد جدا، مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو مرافق لبعثة النائب، موجود مع بعثة النائب العام. والحقيقة أنها يعني 114 قطعة مميزة من الآثار المصرية، ويعني قدرنا ان احنا نحصل عليها سواء بجهود النيابة العامة او جهود وزارة الآثار. وايضا في لندن في 3 قطع أثرية تم استردادها ايضا منذ ايام، وتسلمها معالي السفير طارق عادل سفيرنا في لندن. يعني 117 قطعه ما بين لندن وما بين فرنسا. خلونا نبدا بوصف الدكتور مصطفى وزيري الامين العام لمجلس اعلى الاثار يتحدث عن القطع المسترده من فرنسا وهو في فرنسا بالفعل. من الآثار المصرية القديمة بحقابها المختلفة، فيها حاجات من عصور ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، حتى العصور المتأخرة. مجموعة من التماثيل العصور المتأخرة ما تسمى التماثيل الجنسية، مجموعة من العقود من حجر الفيانسي تشتهر به متاحفنا وتتزين به متاحفنا، بعض من الكارتوناج ما يسمى الكارتوناج الخشبي المقوى عليه بقايا الألوان والنقوش، تمثال رائع جدا لما يسمى الروح في البعض عند المصري القديم انها بتضيع روح المتوفى لعالم اخر. اللي فوجئت بيه كان ما كانش باين في الصوره قوي، لكن ده اروع قطعه موجوده على الاطلاق ما بين المجموعه المتميزه هنا. لما ظهر معانا الهيروغليفي هنا نبع ماعت رع، سيد عداله رع هو الملك امنحوتب الثالث. ومياه حورس ده المنظر، وده هنا المنظر اللي بيتعمل عليه ما يسمى بعض الاحيان بيتعمل بالكارتوناج بعض الاحيان من المعدن اللي هو المسكن. الاله بتاح سكر ده بيبقى جزئين، بعض الاحيان بيتعمل هنا تميمه نذريه من قدام بيتحط فيها بقايا مومياوات، ودي بيبقى بالشكل ده تركيب عاشق ومعشوق. بياخد لين اسود رمز للرموز حياه ما بعد الموت. تحس الدكتور مصطفى وزيري وهو بيصف الآثار وبيتعرف عليها بسعادة يعني بالغة، إنه هذه القطع سعيد إنها تكون موجودة في متاحفنا، فبتحس حتى في صوته وفي وصفه لهذه القطع. نسمع نشوف هذا الجزء أيضا من معالي النائب العام مستشار حمادة الصاوي حول جهود مكتب النيابة والنيابة العامة لاسترداد هذه القطع الأثرية، وده جهد قانوني مهم جدا. يسعدني في بداية حديثي أن أرحب بحضراتكم جميعاً في هذا الحدث الهام الذي هو ثمرة تعاون قضائي فعال بين النيابة العامة المصرية والسلطة القضائية الفرنسية. إن جريمة تهريب الآثار اللي هي واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية وتنال اهتماماً بالغاً بها باعتبارها إرثاً تاريخياً ثقافياً هاماً، ليأتي هذا اليوم تتويجاً
لثمار هذه الجهود في مراحلها الأولى باسترداد الدولة المصرية 114 قطعة أثرية مصرية من الجمهورية الفينيسية، ولسوف تظل النيابة العامة حريصة أشد الحرص على التصدي لجريمة تهريب الآثار المصرية خلسة خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها بشتى الصور وعلى كافة المستويات، متخذة في سبيل ذلك كافة الآليات القانونية الممكنة وسبل التعاون الدولي القضائي، وهي على ثقة تامة بمشاركة كافة جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة مشاركة فعالة في هذا السعي، باختيار الدولة المصرية بهذه الوقائع الإجرامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.